غادي الحلقه كلها مقدمه بحال هكا صحيتي حوايجك والحاله كنبغيش ندوز لمصطفى ما كنبغيش ندوز اذا الحلقه كلها لا غنقدمها بحال هكا وهاد الشيء راه ما مغديش فراسك ما كنتش غديش اذا حطيت جاكيت وتخلعتو كي جيتكم للأمانة باش ما نديوش الذنوب والله تخلاني نربح لا لا صحيح صحيح غير ربحني زينة ماما ما تيقش راس المهم الجواب أنت بدل كل دار الجواب الصحيح ديال 10,000 درهم غنشوفوه مورا الفاصل بقاو معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى معنا في برنامجكم سترايك الحمد لله راه مصطفى خصو يتكلف عطاني الجواب ديال الجيوب الانفيه حل لي نيفي وعرف لك شو يلا نوصل شكرا مصطفى شوف مصطفى تفضل مصطفى كاين سؤال ديال خويا صفا كيدير خويا صفا صفا خويا جو السؤال ديال الجيوب الأنفية اختاريتو 8 بغيتي 8 عطيو 8 تقول عندك تقول 4 كتكون هكا افيكاس عرفتي كنحس براسي خفيف اسرح لك النيو عرفتي زوزو ان شاء الله الا بغيتي السؤال الا بغيتي 15 لعند صافي صافي نحيدو هادشي صافي لا 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 الحمد لله الله يجيب الشفاء الله يخلف عليك شكرا على سي مصطفى مصطفى والله الا تنحبوك كنت نحب معاك انت عزيز عارفك ما كتضربش عارفك انا نحبك قوي 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 والله حتى انا عارفك ما كتضربش كتقشل نكملوا اذا 10,000 درهم دير القفل ولا لا دير الجوكر عندنا الجوكر مازال زيد نزيدوا اسيدي يلا ندوزوا للسؤال ديال 15,000 درهم اخر واحد لعب هو سي مصطفى لعب معنا سؤال كاش سؤال كاش اللي معنا اليوم غادي تلعب فيها ياسين بوحدك حتى واحد ما غادي يساعدك لا سي مصطفى لا شيلان حتى واحد ما غادي يساعدك بوحدك عندك 10 ثواني غنعطيك سؤال غادي تنوض تلعب معايا جوج مرات تصفقوا عليه نشرح لك بالزربه واخا سؤال كاش غادي نعطيك جوج نعطيك سؤال عندك الحق تجاوب عليه في الثانيه وفي 10 ثواني ثانيه في كل ثانيه غتشيل لك 100 درهم متفقين خاصك تلعب جوج ضربات الا درتي سترايك غاتحكاش ما تحتاجش السؤال صافي يلا مواجدين بغيتكم تشجعوا كاملين يلا يا سلام يا سلام برافو عليك محاولة ثانية في البلاق يلا محاولة ثانية بغيتك طيح هذوك كاملين بقاو يعني غتفيزي شوية دابا شوية على اليسر شوية ماشي بزاف يلا شوية عليهم العفو يلا يا سلام